كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن مهرجان العالمين. أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قال خلال المؤتمر الصحفي للدورة الثانية من مهرجان العالمين أنه المهرجان ليه دور مهم ورئيسي في الترويج للاستثمار في الساحل الشمالي ودعم التنمية السياحية كمورد مهم من أهم موارد الاقتصاد. كمان أكد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال المؤتمر أن مدينة العالمين أجمل مدن الجيل الرابع باستثمارات بتصل ل 185 مليار جنيه، وأن العالمين بتتسع لاستقبال أكثر من 3 مليون شخص بممشى بيبلغ طوله 7 كيلو متر ومناطق ترفيهية وسياحية متكاملة. احنا واقفين على مكان من في رأيي من احلى بقاع الارض، جو جميل جدا، الناس كلها مبتسمة، والابتسامة دي حاجة جميلة جدا، وهي من سمة المهرجان. مدينة العالمين في محافظة مطروح مدينة سحر، شواطئها غير موجودة في كل انحاء العالم، مدينة بتحمل في طياتها تاريخ كبير جدا، رامل، منتجمري، ثقافة طويلة جدا جدا جدا، مدينة انتهت لأن هي تكون من حقول ألغام، لأن هي تكون مكان لأشهر معركة في الحرب العالمية الثانية، لأنها تكون من أجمل بقاع العالم. نافورة العالمين اللي عندها النصب التذكاري لشهداء الحرب العالمية الثانية، كل دي أماكن يجب الترويج لها للعالمين. النهاردة بتطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين. اللي بيزين المهرجان من وجهة نظري الفنان أحمد أمين برياسته لنبتة. نبتة ده عمل جبار، هو ده المستقبل وهو ده البنى الحقيقي، مش بس الهاي رايزز اللي حوالينا دي، لا، الأطفال هم اللي هيقدروا يخلوا البلد دي متقدمة، وهيقدروا يخلوا البلد دي هم وشبابها تعمل نمو اللي بنرجوه كلنا يفوق الاثنين ديجيتس 10 و12%، علشان ان شاء الله المستقبل يبقى مستقبل مختلف. هي دي النبتة الحقيقية اللي المهرجان النهاردة بيغرزها في العالمين الجديدة، هي دي النبتة الحقيقية اللي هتخلي العالمين مدينة من مدن الجيل الرابع، وهتخلي المدن الأخرى اللي بتطلع في كل أنحاء جمهورية مصر العربية مدن جيل رابع تكون قد المدن العالمية وأكتر إن شاء الله. في فعاليات كتيرة جدا جدا، لكن خليني أقول لكم إنه مدينة العالمين دي النهاردة اتحط فيها استثمارات تفوق 185 مليار جنيه. مدينة العالمين دي النهاردة اتحط فيها استثمارات تسع لأن يعيش فيها 3 مليون نسمة، وده من ضمن التوسع الجغرافي اللي بيمشي بينا شوية بعيد عن التاريخ المصري في المركزية. النهاردة أما بنخرج بمدن يمين وشمال في أنحاء جمهورية مصر العربية، فإحنا بنتخلى عن مركزيتنا وبنروح لزي ما بيقولوا separate areas تبقى أهلة بالسكان وup to the level of العاصمة. وطبعا كلنا بنفخر بوجود العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن أيضا بنفخر بوجود مدن جديدة زي العالمين الجديدة، وإن شاء الله رأس الحكمة ومدن أخرى على طول شاطئ البحر المتوسط في الساحل الشمالي الغربي. أنا بشكر حضراتكم جميعا بهذا العمل القوي، العمل اللي أنا بفخر النهاردة أن أنا أكون أحد أعضائه وداخل المنظومة الكبيرة للشركة المتحدة، اللي أنا أرى أن دورها قوي جدا جدا في زيادة الوعي وزيادة المعرفة وزيادة القوى الناعمة اللي دائما مصر كانت بتتمتع بها ولا تزال تتمتع بها، وإن شاء الله يكبر هذا التمتع وتكبر القوى الناعمة لمصر وتأثيرها مش بس على المنطقة ولكن على العالم كله. برضو لازم أشكر كل اللي آمن بالفكرة دي، بدءا بجهاز العالمين الجديدة، بدءا بوزارة الإسكان وجهاز العالمين الجديدة، بدءا بجهاز التنمية الحضرية، كل السبونسرز اللي شافوا الفكرة ووضعوا فيها مجهود وفلوس،
بشكر زملائي في الشركة المتحدة، كل شركاتها التابعة، وبشكر كل الإعلاميين اللي حضروا النهاردة وعملوا 3 ساعات من وقتهم عشان يسافروا يحضروا هذا المؤتمر الصحفي ويحضروا انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العالمين. ويجب طبعا ان انا اخص بالذكر السبونسرز كلهم اللي عمرو قالهم هعيدهم تاني لان هم لهم دور كبير في ان المهرجان ده يقوم: بنك مصر، البنك الاهلي المصري، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، شركة سيتي اتش، شركة حديد عز، شركة عز البورسلين، مجموعة العرجاني جروب، جلوبال اوتو، وشركة ريكسوس مصر، وطبعا شركة ماستر كونسل اللي هم النهاردة بيستضيفونا في المكان مقر ادارتهم. وبشكر كل الحضور، وان شاء الله تكون النسخة دي من المهرجان نسخة مشرفة، نسخة مشرفة لمصر ومشرفة للمتحدة ومشرفة لكل الفنانين اللي اشتغلوا في هذه النسخة. ومرة اخرى دايما مصر بإذن الله هتبقى ارض الثقافة، ودايما مصر بإذن الله هتبقى أرض الفن وأرض العلم، وإن شاء الله نأمل إن احنا نشوف بلدنا بشكل مختلف في المستقبل. وشكرا جزيلا لجميع الحضور.